تعالى كده معانا. اول حاجه هرجع على السويتش الاولاني تمام، واعمل ايه وكاليه الايه الفيلان بتاعتي زي ما احنا اتفقنا ايه مع بعض. تعالى كده اقول له ايه اول حاجه فيلان اهو زي ما احنا قلنا فيلان هنكاليه فيلان كام؟ فيلان 10. في امرين ممكن تستخدم، تكتب فيلان 10 بس كده وتقول له انتر وترجع تعمل كويت. كويت دي بتخرجك من ايه؟ من المود لايه؟ بره. يعني انا دخلت دلوقتي على مود الفيلان 10 فعاوز ارجع للايه؟ للمود اللي هو بتاع الفيلان كام؟ الفيلان 10 تاني. يبقى انا اهو اقول له كويت، يبقى انا خرجت من ايه؟ من مود فيلان 10 ودخلت على مود السيستم فيو تاني. طيب بعد كده ممكن اقول له انا عاوز ايه؟ اعمل كريشن فيلان كام؟ 20، واضغط انتر وارجع اقول له ايه؟ كويت. في طريقه ثانيه ممكن تقول له ايه؟ فيلان باتش اهو، فيلان باتش، تقول له انا عاوز اكريت مثلا من فيلان 2 تو 5. لو انا قلت الامر ده يبقى انا اعمل ايه؟ المفروض كده هكريت 2 و3 و4 وكام و5. انا بجرب الامر طبعا، فايه انا مش محتاجهم هنا بس هجرب الايه الامر. فبيقول لي فعلا اللي انا هاخد وقت على ما اعمل لك الايه، هاخد فيو سكندز عشان اكريت لك الايه الفيلانز بتاعتك دي. طيب بعد ما انا كريت الفيلانات محتاج ان انا اتاكد اللي هم اتكريتوا، اقول ديسبلاي فيلان، ديسبلاي فيلان. لما ضغطت ديسبلاي فيلان بدا يقول لي اللي عندك فيلان اي دي رقم 1 وعندك 2 وعندك 3 وعندك 4 وعندك 5 وعندك 10 وعندك 20. باي ديفولت كل الانترفيسز زي ما انت شايف هي ان تاجد، يعني معنى كده ليه اكسس على فيلان كام؟ على فيلان 1. لو انت ملاحظ كده اهو، هنيجي حتى نجيب اللي هو الدنيا بتاعتنا اهو. لو انت ملاحظ كده ده ايه؟ ده اللي هو الديفولت فيلان، كل الانترفيسز هي عباره عن ان تاجد، يعني معنى كده ليه اكسس على فيلان كام؟ رقم واحد، اكسس على فيلان 1 اللي هي باي ديفولت ايه؟ ده الفيلان اللي كل الناس ايه؟ الناس فيه. لسه ما عملناش طبعا اساينمنت للايه؟ للبورت في الفيلانز. تعالى نعمل الكلام ده في الانتجريشن دلوقتي. اتفضل. بس عشان اعمل اكتر من فيلان مع بعض بكتب ايه؟ هتعمل اكتر من فيلان مع بعض، هتيجي كده تعالى اهو تطلع للامر اللي احنا عملناه فوق اسمه فيلان باتش اهو. لو انت ملاحظ اهو الامر اسمه فيلان اهو، فيلان باتش من 2 هيعمل دكتور 2 و3 و4 و5 اه، وعمل 2 و3 وكام؟ و4 وايه؟ و5. طيب تعالى مع بعض ننزل تاني كده اهو. بعد ما كريتنا الفيلانات زي ما اتفقنا وشفنا الايه الفيريفيكيشن اللي هو الامر بتاع الايه الفيريفيكيشن، تعالى نصين البورت في الفيلان. احنا اتفقنا مع بعض هندخل على الانترفيس، هدخل على الانترفيس اكتب انترفيس وبعد كده اقول له اصغر 0 على 0 اللي هو رقم الايه الانترفيس، اصغر 0 على 0 على كام؟ على 10. وابتدي اقول له بورت لينك تايب اهو، ابتدي اقول له بورت لينك تايب، بورت لينك تايب اكسس. انت نوعك ايه؟ نوعك اكسس. بورت لينك تايب ايه؟ اكسس. يبقى انا بقول له البورت ده ايه؟ اكسس. بعد كده اقول له بورت ديفولت فيلان تمام، اقول له ديفولت فيلان، وبعد كده اقول له فيلان كام؟ 10. معنى كده ان الراجل ده بيف اي دي بتاعته كام؟ 10. يبقى الترافيك اللي هيعدي له اليوزر هيعدي ترافيك فيلان كام؟ 10، وبدون ايه؟ وبدون تاج. طيب بعد ما عملت الامر ده يبقى انا كده خلاص عملت البورت اللي هو ايثر 0 على 0 على 10، عملته ايه؟ عملته اكسس تبع فيلان كام؟ تبع فيلان. دي الاوامر اللي انا بستخدمها، اول امر اهو اللي هو بورت لينك تايب اكسس، بعد كده بقول له بورت ديفولت فيلان كام؟ فيلان 10. طيب اتفضل. هو ازاي في فيلان 10 ولسه ما عملتش كويت ليه؟ ما لا ما احنا عملنا ما احنا كريتنا فيلان 10، ما انا كريتهم في الاول. انت ممكن تكون نسيت كريتهم اهو، ما انا كريتهم اهو لو انت شايفهم اهو فوق 10 اهي و20 تمام، انت ما عملتهمش. فانت عشان تعملهم تاني اخرج كويت بقى من الايه؟ من اللي انت فيه ده، واكتب بس الامر فين؟ في السيستم فيو. يعني ارجع تاني وادخل على السيستم فيو بتاعتك اهو، يعني ارجع تاني كده كويت اهو عادي، وابتدي اكتب ايه؟ فيلان باتش. او عايز تعمل ايه؟ فيلان باتش. لو انت حابب تكريت 10 و20 بس، هتقول له فيلان باتش 10 مسافه 20، يبقى كده هيكريت كام؟ 10 و20 بس. دكتور اتفضل. في حاجة حصلت عندي بس لما كتبت بورت ديف تمام، قال لي بورت جروب ديف في ما بين القوسين اللي هي لا لا، ما انت كده دخلت اعمل كويت. انت اصلا انا بكتب ايه؟ انا ده انا كنت بعمل ايه؟ بضغط تاب. لما بضغط تاب هو بينقلني على سطر تاني وبيكمل الكلمة لوحده، فهمتني؟ بس انت اخرج كويت بس. وايه؟ انا عشان بضغط تاب وانا شغال، يعني مش شرط اللي انا اقعد اكتب بايدي يعني. أيوة. طيب دكتور. عشان اتفضل.
هو انا مش ممكن اصلا يعني زي سيسكو مثلا اعمل بورت ديفولت فيلان مثلا رقم على طول من قبل ما كريت، وهو كده كده هيتكريت على طول. لا، ما انت سيسكو كنت بتعمل ايه؟ بتيجي تقول بورت مود اكسس، بورت اكسس فيلان كذا. هنا لا، بتقول له بورت لينك تايب اكسس بورت ديفولت فيلان 10. دي الاوامر يعني تختلف اختلاف في الاوامر. الديفولت فيلان هنا معناها ان البيفا اي دي بتاعته كام؟ البيفا اي دي بتاعته 10، هي دي معناها. انا بتكلم في نقطه اللي هو لو اصلا فيلان 10 انا مش مكريته، وبعد كده كتبت بورت ديفولت فيلان 10. لا لا، مش هيقول لك انت ما كريتش. لا لا لا، انت هيقول لك انت ما كريتهاش، لازم تكريت الاول عشان مور سكيورتي، يعني عشان السكيورتي بس. دكتور اتفضل. هو لو قلت فيلان باتش 10 20 هيعمل 10 20 بس. هو ده بقى ده حته جديده. لو انت قلت فيلان باتش 10 مسافه 20 هيعمل 10 و20 بس. تمام. طيب بعد كده عملنا الايه؟ الانترفيس الاولاني. انت محتاج ترجع لامر انت كتبته قبل كده بايدك. يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ قال لك هتضغط من ده، سؤال بيجي في الامتحان، من خلال الكيرسر اب. لو ما تعوز تدور في الهيستوري الاوامر القديمه، تضغط كيرسر اب اللي هو السهم لفوق، سهم لفوق. سهم لفوق يرجع لك الاوامر القديمه. محتاج برضه سهم لفوق او كنترول مع بي فور بن. كنترول بي فور بن، كنترول مع بي فور بن ترجعك للايه؟ للامر اللي انت كتبته قبل كده. تمام. يبقى انت هتعمل ايه هنا؟ هتيجي هنا تدخل على اول تاني حاجه بقى خطوه، هتخش على الانترفيس. شايف انا هبتدي اكتب ايه؟ هبتدي اكتب اختصارات. هو بيدعم الابريفيشنز، يبقى تدخل على الانترفيس اس ار 0 على 0 على 20 زي ما احنا اتفقنا، وتبتدي تعمل نفس الاوامر. تقول له بورت لينك تايب اكسس، انا بعمل اختصار اهو، قلت بورت لين اكسس هيبتدي يشغلها معايا. وبعد كده اقول له بورت ديفولت فيلان، تقول له الديفولت فيلان بتاعتك كام؟ 20. يبقى انت كده عملت الايه؟ البورت ده اكسس تبع فيلان كام؟ تبع فيلان 20. طيب بعد كده محتاج تعمل ايه؟ اخش اعمل الترانك. احنا قايلين برجع بالسهم اهو عشان اجيب الانترفيس اللي عليه الدور، اللي هو حسب. تعالى كده نشوف هو الانترفيس كام هنا. قال لك انترفيس 0 على 0 على 5. ادخل على 0 على 0 على 5 واعمله بقى ترانك. ركز في دي، هتقول له بورت اهو، بورت لينك تايب اهو، بورت لينك تايب ترانك. بعد كده تقول له بورت، خلي بالك بورت ترانك الاو باص فيلان ايه؟ فيلان اول. انا عاوزه يعدي كل الفيلانات اللي متكريته على الايه؟ على السويتش ده. يبقى الامر اسمه بورت ترانك الاو باص فيلان ايه؟ فيلان اول، عشان الترانك يعدي كل الايه؟ الفيلانات اللي متكريته على مين؟ على السويتش ايه؟ على السويتش ده. واضغط انتر. بعد كده حابب ان انا اكتب البي في اي دي. فاكر لما كنت بقول لك الترانك ليه بي في اي دي؟ اقول له بورت ترانك. بعد كده اقول له ايه؟ بي في اي دي فيلان كام؟ فيلان واحد. هي باي ديفولت موجوده، بس انا حبيت ان انا اكتب لك الامر علشان لو في الامتحان قال لك انت حابب تغير البي في اي دي، تكتب الامر ايه؟ بورت ترانك بي في اي دي فيلان كام؟ فيلان واحد. الفيلان واحد هتعدي انتاكد صح؟ ده اللي هتعدي انتاكد في الايه؟ في الترانك. والباقي يعدي تاكد. والباقي يعدي ايه؟ تمام مظبوط. طيب بعد كده يبقى انت عملت الايه؟ الكونفجريشن على السويتش ده. تعالى بالمثل، اول حاجه سيف الكونفجريشن اهو. بتسيف فين؟ قال لك في اليوزر فيو. لو انت في الايه؟ في المود بتاع الانترفيس وحابب ترجع لليوزر فيو، بتضغط كنترول زد. لو ضغطت كنترول مع زد تمام بيرجعك مباشره. ده سؤال بيجي في الامتحان. لو انت حابب ترجع لليوزر فيو بتستخدم ايه؟ قال لك كنترول مع زد او الامر اللي اسمه ريتيرن. يا اما كنترول مع زد، يا اما بترجع منين؟ من ريتيرن. بتقعد ترجع ريتيرن ريتيرن او كويت، اي حاجه من دي بتبتدي ترجعك ستيب باي ستيب. بس لو انت عايز ترجع مباشره كنترول مع ايه؟ مع زد. طيب محتاج اسيف الكونفجريشن، هتكتب امر سيف بس، سيفه. بتقول له حابب تسيف، يقول لك يس يبقى انا حابب اسيف. سيفت الكونفجريشن بتاع السويتش ليه؟ الاولاني. تعال على السويتش الثاني اعمل نفس الكلام، هنعمله مع بعض بسرعه اهو. نركز تاني اهو، هتقول له اندو تيرمينال مونيتور. ده اول حاجه. بعد كده تخش على السيستم فيو، تقول له انا بختصر اهو، هتقول له السيس نيم بتاعك سويتش 2. بعد كده هتكريت الفيلانات، هتقول له فيلان باتش 10 كام؟ 20. كريت فيلان ايه؟ 10 وكام؟ و20. بعد كده ادخل على انترفيس اس ار 0 على 0 على 10 تمام، وقول له بورت لينك تايب ايه؟ اكسس.
طيب دكتور بيقول لي لما عملت سيف للاولاني دكتور بيقول لي هتسيبه باسم ايه صح كده؟ لا اضغط يس وانتر تاني. لا مش شرط بقى اضغط انتر كمان. ايوه دكتور تمام اتفضل. انا لما بوصل لمرحله اللي هي فيلان بيتش دي بيتفعل لي رساله غريبه خالص. لما بتكتب فيلان باتش وتكتب فيلان باتش 10 بس لازم تعملها في السيستم فيو. يعني تدخل في السيستم فيو لازم يكون المود عندك هو ده. يعني يبقى الكلمه بتاعتك اللي هو اسم الديفايس معمول ما بين ايه اتنين سكوير براكت معمول وكده برضه. طيب وجالك رساله بتقول ايه؟ ثواني رساله اللي هو مطلع لي التاريخ وكاتب لي مش عارف configuration have been changing the current change number is 7 the C have loop current is 0. طب ماشي ده حاجات لوج. انت ما عملتش الاندو تيرمينال مونيتور؟ انت عملت الاندو تيرمينال مونيتور اللي في الاول خالص ده؟ عملته. طيب طب ماشي شير لنا الشاشه عندك كده ونشوف الدنيا عندك في ايه. دكتور بعد سوى الشاشه كده هيقف مين؟ تقول ايه؟ السمع هيقف. اللاب هيقف يعني؟ التسجيل بتاع حضرتك هيقف. انت قصدك يعني؟ لا عادي مش هيقف. لا لا ما خلاص يا دكتور كمل انا بسمع ريكورد. خلاص ماشي مفيش مشكله. دكتور هو ليه بعمل اندو تيرمينال مونيتور؟ اندو تيرمينال مونيتور اقول لك ليه. الاندو تيرمينال مونيتور انت بتعمله ساعات علشان ايه؟ علشان او انت بتعمله عشان اللوجات اللي بتظهر فوق شايف كده وانت قاعد شغال في انترفيس مثلا بقى انترفيس داون فبيقعد يعمل لك انترابشن وانت بتكتب ممكن تظهر عشان ما يظهرش تاني. انا بفكر امسحه يعني عشان ما يظهرش. لا لا تاني. مش همسحه عشان ما يظهرش تاني. لو انا حابه يظهر بقى اكتب تيرمينال مونيتور. الامر بقى الايه الاساسي ما انا بعمل معكوس الامر عشان اوقفه اقول له اندو. كلمه اندو دي علشان ايه؟ اعكس الامر زي سيسكو كان بتقول نو فهنا انا بقول ايه اندو. تمام فانا بقول ايه اندو. طيب تعالى مع بعض نكمل الدنيا. اهو انا دخلت على الانترفيس زي ما انا دخلت اهو على الانترفيس كام اس ار 0 على 0 على كام على 10. قلت له بورت لينك ايه طيب اكسس. بعد كده اقول له ايه بورت ديفولت ايه اهو الديفولت فيلان ديفولت فيلان كام اقول له ديفولت فيلان 10. يبقى كده عملت ايه البورت اللي هو اس ار 0 على 0 على 10. دكتور انت كتبت سيس ما كتبتش نيم وكتبت اس دبليو 2 عادي. هو بيعرف الابريفيشن زي ما احنا قلنا هو بيعرف الاختصارات ده عادي ما فيش فيها مشكله. طيب بعد كده دخلت على الانترفيس اس ار 0 على 0 على 20 قلت له بورت لينك تايب اكسس اهو. بعد كده قلت له بورت ديفولت فيلان كام ديفولت فيلان 20. طيب بعد كده هعمل البورت ترانك. تعال نشوف البورت ترانك مين. قال لك 0 على 0 على 5 برضه. تعالى كده على انترفيس اس ار 0 على 0 على 5 قول له بورت لينك تايب ترانك. بعد كده اقول له بورت ترانك قال له بص فيلان ايه فيلان او. انا بختصر خلي بالك. بعد كده اقول له ايه بورت ترانك بي في اي دي فيلان كام فيلان 1. انا كده بختصر. بعد كده ايه حابب تسيب الايه الكونفيجريشن بتاعك كنترول مع زد وايه تمام كده. يبقى انا سيفت الكونفيجريشن عند السويتش رقم كام؟ رقم 2. تعالى للسويتش رقم كام؟ نعم اتفضل. هو انا دكتور في واحد صاحبنا بس النت فصل عنده مش سامع الصوت وعايز يكمل تسجيل للاخر. معلش عاوز يكمل ايه؟ التسجيل للاخر ما يخلوش يفصل عشان النت مش سامع صوت عنده. طيب خلاص ماشي مفيش مشكله ماشي تمام. طيب تعالى ايه نشوف الدنيا بتاعتنا. طيب بعد كده ايه اهو على السويتش رقم كام 3 هتقول له اندو تيرمينال ايه اندو تيرمينال مونيتور. تمام بعد كده هتبتدي تقول له ايه هتدخل على السيستم فيو تقول له السيس نيم بتاعك سويتش كام سويتش 3 انا مسميه مثلا سويتش 3. بعد كده تقول له ايه هتبتدي تقول له فيلان فيلان باتش نقول له فيلان باتش 10 كام 20. يبقى انت كده كريت فيلان كام 10 وفيلان كام 20. طيب بعد ما كريت فيلان 10 و20 هتبتدي تقول ايه هتبتدي تعمل الترانكات لان السويتش ده كله مش عليه بورتات اكسس ده كله ايه كل البورتات ترانك. يبقى جيجا 0 على 0 على 4 وجيجا 0 على 0 على 5. ادخل انترفيس جيجا 0 على 0 على 4 وقول له بورت لينك تايب ترانك. تمام وبعد كده اقول له بورت ترانك بورت ترانك بورت ترانك لو باص فيلان ايه
فيلان او. بعد كده بورد ترانك الاو باص، كلمه فيلان فيها غلطه، فيلان فيلان ايه او بورد ترانك الاو باص فيلان ايه فيلان او. وبعد كده اقول له بورد ترانك بي في اي دي فيلان كام، فيلان واحد، ده البي في اي دي بتاعتك. تعال ادخل على البورت اللي هو شايف انا برجع بالايه بالكرسر ابا، ادخل على جيجا 0 على 0 على 5، قول له بورت بورت ترانك بورت لينك تايب ايه ترانك. بعد كده اقول له ايه بورت ترانك الاو باص فيلان او. بعد كده اقول له بورت ترانك بي في اي دي كام، فيلان كام، فيلان 1. بعد كده حابب اخرج واسيف الايه كونفيجريشن، كنترول زد واقول له ايه سيف. طيب حابب اتاكد منين؟ من الكونفيجريشنز بتاعتي. تعالى كده معانا، حابب اتاكد من الايه من الكونفيجريشنز بتاعتي. تعالى على السويتش الاولاني هتقول له ديسبلاي فيلان، تعالى اقول له كده ديسبلاي فيلان. اول لما يقول لك ديسبلاي فيلان تعالى نبص على امر الشو ده عشان بيجي في الامتحان. امر الشو ده بيجي بيقول لك بيبقى عامل لك شو على السويتش اللي عندك ويقول لك ايه، ويجي هنا يقول لك الانترفيس مثلا ايزر 0 على 0 على 5 ده تبع تبع اني فيلان. لما تيجي تبص مثلا على ايزر 0 على 0 على 5 الراجل ده يقول لك ايه ده البورت ده اصلا تاجد، تاجد تي جي يعني تاجد. البورت ده ايه تاجد على فيلان كام؟ على فيلان 2، يعني بيعدي فيلان 2 وبيعدي فيلان 3 وبيعدي فيلان 4 تمام، وبيعدي فيلان 5 وبيعدي كام؟ وبيعدي 10 وبيعدي 20. كل دول بيعدهم بايه؟ بالتاجات تمام، بيعدي كل الناس دي ايه بالتاجات اهو زي ما انت شايف، ما عدا فيلان واحد بيعديها بدون تاج اهو، يعني بورت ايسر 0 على 0 على 5 بيعدي فيلان واحد ان تاج ديو ان تاج. دكتور نعم، ما 10 مكتوب عليه ان تاج، فين 10؟ فين 10؟ اه ما 10 ده بقى ده البورت الثاني، ده هو هنا بيفصلها لك، يعني بيقول لك ايه بص على التي جي او بيقول تي جي ايسر 0 على 0 على 5، يعني ايسر 0 على 0 على 5 بيعدي، انت بتقراها كده ايسر 0 على 0 على 5 بيعدي فيلان 10 تاجد. تيجي هنا تقول ايسر 0 على 0 على 10 بيعدي فيلان 10 ان تاجد، ده اللي انت بتقراها ازاي يعني. تمام، يبقى انت كده عرفت ايه اللي ايه اللي فيلان 10 البورت بتاعها اللي هو ايه ايسر 0 على 0 على 10 ده البي في اي دي بتاعها كام؟ بيبقى 10. وايسر 0 على 0 على 20 ده بتبقى ايه؟ فيل على 20 فيل موجوده في فيلان 20 ايه؟ ان تاجد، يعني بورت انت بتقول كده ايسر 0 على 0 على 20 ده عباره عن ان تاجد على فيلان كام؟ على فيلان 20، يعني بيعدي فيلان 20 ان ايه؟ ان تاجد. هي دي اللي القصه بتاعت ايه؟ امر الشو، علشان امر الشو ده ممكن يجي لك الايه؟ في الامتحان ويقول لك البورت الفلاني ده عباره عن بورت ايه؟ اكسس ولا ترانك ولا بيعدي ايه؟ يجيب لك سيناريو على الايه؟ على امر الايه؟ على امر الشو ده. باشمهندس يوسف اتفضل. دكتور هو معنى ان هو انتاج ان هو كده متوصل بكمبيوتر او باند؟ لا ما هو انتاج ده متوصل بكمبيوتر او باند ديفايس زي ما احنا قلنا او اند سيستم. طيب يبقى احنا كده ايه خلصنا الايه الدنيا بتاعتنا. تعالى بقى اخر حته في الايه في اللاب ده، يعني انت كده بتعمل فيريفيكيشن من خلال الامر اللي اسمه ديسبلاي فيلا. تعالى هنا محتاج بقد اي بات، لو انت ملاحظ كده انا قايل الاتش ار في رينج 192 168 10 0 والسيلز في 192 168 20. تعالى كده الراجل ده احنا عرفنا اللي هو فيلان كام؟ فيلان 10 صح كده؟ يبقى انا محتاج اكليك عليه كليكتين وادخل اديله الاي بي بتاعه. انا هدي بقى اي بات بمزاجي، انا مثلا هدي في رينج كام؟ في رينج 10 192 168 مثلا 10 كام؟ يعني نقول 10 10 الراجل ده ياخد 10 10 الماسك بتاعه 255 255 255 0 مش هدي جيت واي لان احنا مش هنطلع على حد دلوقتي، واعمل ايه ابلاي. اجي على الراجل اللي جنبه اللي هو في ايه في السيلز هياخد في رينج كام 20، هقول له 192 168 20 مثلا 20 الماسك بتاعه، وهنتكلم على الكلام ده كله ان شاء الله في السيشنز الايه اللي جايه اهو 255 255 255 ايه 0. بعد كده هاجي على البي سي رقم اللي هو بي سي 3 تمام، وهديله في رينج كام 10 لانه تبع فيلان كام؟ تبع فيلان 10، متوصل على البورت اللي تبع فيلان كام؟ فيلان 10. اديله نفس الايه نفس الرينج، هديله مثلا 11، ما ينفعش ناخد نفس الايه نفس الاي بي زي ما اتفقنا عشان ما يحصلش ايه ما يحصلش طيب بعد كده اجي على بي سي 4 اديله برده في رينج 20 192 168 20 كام؟ قال لك 20
20 مثلا واحد وكام وعشرين وادي له الماسك اهو بتاعي مفيش مشكله وايه واقول له ابلاي. محتاج بقى اتاكد ان فعلا الشبكه بتاعتي شغاله. هتعمل ايه؟ هتيجي على بي سي رقم واحد اللي عندك اللي هو فين اللي تبع الايه اهو، هتيجي على البي سي اللي هو تبع فيلان 10 وتخليه بنج على بي سي 3 اللي هو تبع فيلان 10. لو قدر يوصل له والبنج فعلا سكسيد يعني خلاص ايه تم مفيش مشكله، يبقى كده الدنيا الفيلان كونفيجريشن بتاعك سليم. لو ما قدرش يوصل يبقى فيه مشكله. وبرده نفس الكلام من البي سي اللي في فيلان 20 قدر يبنج. يعني ايه يبنج؟ في بروتوكول ان شاء الله هناخده اسمه اي سي ام بي انترنت كنترول مسج بروتوكول. ده بيعمل حاجه اسمها تيست كونكتيفيتي، بيبتدي يبعت رسائل اسمها ليكو ريكويست وليكو ريبلاي علشان يبتدي فيريفاي الايه الكونكشن ما بين تو اند ديفايسز او ايه او جهازين مع ايه مع بعض. طيب تعالوا كده نجرب الايه الدنيا دي. تعالى ادخل على البي سي 1 تمام، وبعد ما تدخل على بي سي 1 ابتدي تعالى على الكوماند بتاعتك الكوماند برومبت وقول له اي بي كونفيج. عاوز اشوف الكونفيجريشن الاول بتاع الايه بتاع الايبيهات. قال لك تمام الاي بي بتاعك 192.168.10.10 الماسك كذا. طيب والفيزيكال ادرس الماك ادرس بتاعك هو ايه هو كذا. طيب تعال بنج بنج على 192.168.10.11 اللي هو الراجل الايه اللي قصاد. انت في 10.10 محتاج تبنج الراجل اللي هو كام 10 كام 11. قال لك خلاص كده تمام البنج تمام. قال لك ريبلاي فروم، يبقى كده ايه فروم كذا بدا يرد عليك اهو 11 رد عليك مفيش فيها مشكله. يبقى انت كده ايه الايه الدنيا عندك ايه سكسيدد اهي، مفيش فيها ايه مفيش فيها اي حوارات او فيها اي ايه اي مشاكل تمام كده. هل حد عنده مشكله؟ اهو الدنيا ايه تمام وزي الايه زي الفل. انا تمام انا فاهم تمام، بس الاوامر يا ريت في الاخر تقولها لنا كلها تاني عشان الاوامر كده ساحت مننا خالص. خلاص تمام مفيش مشكله، احنا نعمل رود ماب تاني مع بعض على تاني كده كده كاتبها هي مكتوبه كده كده انت مسجلها يعني لو انت كاتبها عندك في الكشكول او حاجه تمام خلاص. انا كتبت شويه بس ما لحقتش خلاص. وانا كده كده اصلا في الاخر هعمل اكسبورت للكونفيجريشن وابعتها لكم على الفولدر تمام. لو الراجل اللي بيبايد يكون كاتبها لنا كمان يبقى الله يبارك فيك. كويس الصراحه انا كاتبها لكم وبشرح كمان. خلاص والله ربنا يكرمك. انا هديلك من دلوقتي يلا ربنا يكرمك ويكرمكم جميعا. طيب كده احنا ايه الدنيا تمام. تعالى بنج على واحد مثلا في فيلان تانية، يعني مثلا بنج على 192.168.20.20 كده مش هيرد عليك. قال لك الديستنيشن ايه انريتشابل، يعني انا مش قادر اوصله مش قادر. معنى كده اللي احنا لسه ما عملناش الايه الانتر فيلان، احنا كده دلوقتي شغالين على مستوى الاير 2 اللي احنا بنشوف بعض على مستوى ايه الاير 2 مع بعض في نفس الفيلان بنقدر نشوف بعض مفيش ايه مفيش مشكله. انت احنا سايبنا كونفيجريشن، كل ما عليك اللي انت هتعمل ايه في الاخر عشان تشوف الكونفيجريشن بتاعك. ممكن تعمل الامر اللي اسمه ديسبلاي كارنت كونفيجريشن. في امر اسمه ديسبلاي كارنت كونفيجريشن بيوريك كل الكونفيجريشن اللي انت عملتها على الايه على السويتش بتاعك اهو تمام. اهو ده كل الكونفيجريشن اللي انت عملتها على السويتش اهو، عملت البورت ده اكسس تمام. محتاج مثلا تتاكد من حاجه، تدخل على سيستم فيو بتاعك وتدخل مثلا على انترفيس جيجا او انترفيس مثلا ايزر 0 على 0 على 10. محتاج تشوف الاوامر اللي جواه، هتكتب ديسبلاي ذس. لو انت قلت ديسبلاي ذس هيبتدي يعرض لك الحاجات الكونفيجريشن بتاع الايه بتاع الانترفيس ده لوحده تمام، علشان ايه تبتدي تتاكد هل فعلا الاوامر دي مظبوطه ولا فيها مشكله. لو انت عندك في شويه مشاكل في الايه في الكونكشن او الايه كونكتيفيتي على مستوى الايه الفيلان. طيب محتاج اللي انا اعمل ايه بقى؟ قال لك محتاج دلوقتي اللي انا اعمل اكسبورت للكونفيجريشن، وده اللي انت هتعمله لي ان شاء الله مع كل ايه مع كل لاب احنا هناخده. هتيجي بعد ما تخلص هتيجي على كل سويتش وتكليك عليه يمين وتقول له اكسبورت كونفيج، وتيجي في فولدر تمام. هتيجي مثلا على فولدر مثلا احنا عاملينه وليكن مثلا نيو فولدر، ده ابتدي اعمل اسمي اكتب اسمي واسم اللاب. يعني مثلا لو احنا خدنا فيلان النهارده هتبتدي تقول لي ده لاب الفيلان تمام، وتحطه في الفولدر بتاعك اللي هو باسمك على الايه على جوجل درايف ايه فولدر. يعني مثلا قول لي فيلان مثلا ايه احمد، ده الفيلان بتاعي، وتضغط انتر تدخل جواه جوه الايه جوه الفولدر ده وتبتدي تقول لي ده سويتش 1. انا عملت اكسبورت كونفيجريشن سويتش كام سويتش 1، وتيجي هنا تعمل برده كليك يمين اكسبورت وتقول له ده سويتش كام ده سويتش 2، وتيجي هنا برده وتعمل له اكسبورت عشان ده في الكومبيتيشن الحاجات دي سويتش كام 3 وايه وتعمل اكسبورت. بعد كده ايه هتيجي طبعا تسيفت كل حاجه وكونفيجريشن. حابب تسيف التوبولوجي دي كلها بقى معاك هتعمل بس كنترول اس
هتسيبها معاك برضو في نفس الايه نفس المكان اهو، هتيجي على الفيلان دي اهو نفس الدنيا، وهتسيب مثلا تسميه فيلان وايه وتحط لي اسمك برضو. ده يبقى ايه في كل ايه ده التوبولوجي كلها هتسيب اللي هو الشكل الايه الكونفيجريشن، هتسيب كل حاجه اللي هو الشكل الايه بالكونفيجريشن. حد بيبعت على الشات ماشي النت فصل ومستمع ماشي مفيش مشكله، احنا قلنا خلاص احنا ربنا يسهل وانا ايه هنحاول ننزل الايه الريكورد بتاع الايه ده، بس مش كل مره هنريكورد يا جماعه لان هم طالبين في حاجات زي ما احنا بنقول اللي انت مش هتريكورد كله. فعشان كده انا بعمل في اول مره الناس ايه الناس سامعاني ولا في مشكله يا جماعه؟ طيب ماشي طيب. فالفكره هنا ايه زي ما بنقول يعني الفكره اللي احنا لازم ايه لازم يعني مش شرط ان انت كل حاجه احنا هنسجلها زي احنا قلنا تمام، بس الفكره في ايه بقى؟ الفكره عندك اللي انت لازم تحضر. انا بعمل بس في الاول كده علشان الكونكشن بس تمام، لان حته اللي انت تشوف احسن من ايه ما انت ايه ما انت تسمع يعني. باشمهندس سعيد اتفضل. هي الشاشه السوداء اللي حضرتك عملت منها بتيجي منين؟ اهو بتيجي من على البي سي، بتضغط على البي سي كليكتين وبتيجي على التاب اللي هو بتاع الكوماند وايه وتعمل فيها بينج عادي، تكتب بينج على الايه على الدنيا بتاعتك تمام. هل في مشكله يا جماعه؟ على ما اعتقد كده الايه بالنسبه لللاب الدنيا ايه الدنيا تمام مفيش فيها ايه مشكله.